بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة التجويد الميسر، وهي سلسلة يقدمها برنامج الجامع لحفظة القرآن الكريم بنسختيه للحاسوب وللمحمول، والتي من خلال دروسها نقدم أحكام التجويد للعموم بأسلوب عصري مبتكر ييسر فهم الأحكام وتطبيقها، مستفيدين من ألوان مصحف التجويد للربط ما بين الدروس وقواعد ألوان التجويد. وفي درسنا هذا سنتحدث عن حروف العلة والحركات، حيث سنتعرف على ما يلي: أولا نتعرف على حروف العلة وعلى مخارجها، ثم نتعرف على الفرق ما بين ما يمد من حروف العلة وما لا يمد، وستتعرف على الحالات التي تسمى فيها حروف العلة حروف مد، وتلك الحالات التي تسمى فيها حروف العلة حروف لين، وتتعرف على الحركات والفرق ما بين الحركة والسكون، وتتعرف على علاقة حروف العلة بالفتحة والضمة والكسرة، ومن ثم تتعرف على معنى التشديد ومعنى التنوين وعلاقته بالنون الساكنة. حروف العلة هي ثلاثة أحرف، وهي الألف والواو والياء. الألف والواو والياء أول حرف في أحرف الهجاء وآخر حرفين في ترتيبها. ولنستذكر بسرعة ما تعلمناه عن مخرج حروف العلة في درسنا السابق، والذي تعرفنا فيه على مخارج الحروف وصفاتها. وحروف العلة هي آ أو إي، وهذه الأحرف الثلاث كلها حروف جوفية، حيث تنطلق من الجوف بخروج هواء الزفير من الرئتين عابرا الحنجرة ومؤديا إلى اهتزاز حبالها الصوتية، ومنها مارا عبر بقية مجرى الهواء ليخرج من الفم إلى الخارج مؤديا إلى سماع تلك الحروف من قبل الآخرين. وفي الماضي اختلف علماء اللغة، فمنهم من قال أنها حروف مقدرة لأنهم لم يستطيعوا تحقيق مخرجها، ومنهم من قال بأنها حروف محققة، حيث قدر بعضهم أنها تخرج من الجوف ما تحت الحنجرة، وزعم آخرون بأن المقصود هو جوف الفم حسب رأي فريق آخر. أما اليوم وفي وقتنا المعاصر، فإن المخرج الحقيقي لهذه الحروف واضح وجلي لنا لما توفر لنا لدينا اليوم من أدوات سهلت علينا مراقبة نطقها من الوسائل التي لم تكن متوفرة لعلماء اللغة في العصور الغابرة. والأصل في حروف العلة هو حرف الألف، وإخراج الألف سببه انطلاق هواء الزفير من الرئتين عبر مجرى الهواء دون اعتراض أي مقاومة تذكر إلا اهتزاز بسيط للحبال الصوتية. لذلك فإننا نفتح الفم مع نطقنا للألف فمنا مفتوح، فإن ضممنا الشفتين أثناء نطق الألف زادت مقاومة الهواء باعتراض الشفتين المضمومتين سبيل خروج هواء الألف، فتتحول بذلك الألف إلى واو. أما إن رفعنا الفك السفلي أثناء نطق الألف زادت المقاومة باعتراض الفك المرتفع لسبيل خروج هواء الألف، فتتحول بذلك الألف إلى ياء. لنعرف الآن حروف العلة مستخدمين صورة الري المغناطيسي لتوضيح ذلك. الألف هي إذن هي نتيجة اهتزاز الأحبال الصوتية وتباعد الفكين مع فتح الشفتين، بينما الواو هي نتيجة اهتزاز الأحبال الصوتية ومباعدة الفكين كذلك كما هي في الألف، إلا أن اختلافها هو ضم الشفتين. أما الياء فإنها نتيجة اهتزاز الأحبال الصوتية مثل الألف والواو ومباعدة الفكين أيضا، بالإضافة إلى خفض الفك السفلي. بعد أن تعرفنا على حروف العلة، نتعرف الآن على مفهوم الحركة والسكون، ونبدأ أولا بالحركة، فنعرفها بأنها سببها إلحاق حرف علة قصير لأي حرف من حروف الهجاء. فالسكون يعني الهدوء ولزوم الشيء مكانه وعدم حركته، بينما الحركة فهي عكس السكون. وعليه فإن هذا الحرف حرف الباء هنا مثلا باق ساكن مكانه فيسمى حرف ساكن. أما حرف الباء هذا فإنه يتحرك
وعليه نسميه حرف متحرك. نبدأ بالسكون إب إب. نجد أن الباء هنا قد لزمت الشفتين وهو مخرج الباء، فإذا لزم حرف الباء مخرجه بقي ساكنا عند الشفتين فهو بذلك في حالة سكون. أما الحركة نأخذ نفس حرف الباء الساكن عند الشفتين ونضيف عليه ألفا قصيرة باء. نجد أن الباء الساكنة عند مخرجها اكتسبت حركة تحررها من سكونها عند إضافة ألف قصيرة بعدها. إذن إلحاق الألف هو سبب حركة الباء. وبما أنه هناك ثلاثة حروف علة فعليه تنتج عنها ثلاث حركات. فإذا كانت الحركة ناتجة عن إضافة حرف علة ألف قصيرة آ بعد الحرف باء مثلا، فإننا نسمي هذه الحركة بالفتحة. أما إذا كانت الحركة ناتجة عن إضافة حرف علة واو قصيرة أو بعد حرف ما مثل الباء بو، فإننا نسمي هذه الحركة بالضمة. أما إن كانت الحركة ناتجة عن إضافة حرف علة ياء قصيرة إي بعد حرف الباء مثلا بي، فنسمي هذه الحركة كسرة. فأما التشكيل فإن الفتحة تشكل بإضافة ألف صغيرة عليها، تأخذ هذه الألف ثم تمال، بينما تشكل الضمة بإضافة واو صغيرة فوق الحرف، وتشكل الكسرة بإضافة ياء صغيرة تحت الباء ثم تعدل إلى شرطة بإزالة باقي الياء. نخلص من هذا إلى أن التحريك تحريك الحرف هو إضافة حرف علة مصغر بعد الحرف. فإن أضفنا ألفا سمينا ذلك فتحة لأننا نفتح فمنا، وإن أضفنا واوا سمينا ذلك ضما لأننا نضم شفتينا، أما إن أضفنا ياء فذلك ما نسميه بالكسر. وبالمقابل فإن تسكين الحرف هو عدم عمل أي من هذه الإضافات، فهو إبقاء الحرف على حالته الأصلية دون تحريكه. ونتيجة التحريك تحريك الحرف يمكننا أن نعرف الحركة بأنها تباعد الفكين، وهو أيضا ما يسمى بالقلع، تباعدا يصاحبه فتح أو ضم أو كسر. بينما السكون سببه تقارب الفكين وهو أيضا ما يسمى بالقرع، تقاربا لا يصاحبه شيء. أما التشكيل فهو إضافة رسم على الحرف أو تحته يعبر عن الحركة أو السكون. فمثلا شكل الفتحة هو كشرطة صغيرة أعلى الحرف، بينما شكل الضمة كواو صغيرة أعلى الحرف، والكسرة شكلها كشرطة صغيرة ولكن تحت الحرف. كذلك تشكيل السكون يشكل السكون كصفر مستدير فوق الحرف. ونتعمق الآن في نطق كل من هذه الحركات الثلاث، ونبدأ أولا بنطق الفتحة ونأخذ حرفا كمثال على ذلك حرف الطاء إط، فوراء الطاء آ، اندمجناهما معا أصبحتا طا، فإن قصرنا هذه الألف لأصبحت طه، وهذه هي في الحقيقة هي الفتحة. إذن تقصير الألف من هذا الطول إلى طول أقصر ينتج الفتحة. وبنفس المنطق ننظر إلى الضمة طه وراءها أو، فإنها تنتج طو، فإن قصرنا الأو لأصبحت طه، وهي في حقيقتها الضمة. والياء كذلك، فإن نطقنا حرف الطاء ووراءه إي لأصبحتا معا طي، فإن قصرنا هذه الياء لأصبحت طه، وهي حقيقة الطاء المكسورة. بعد أن ذكرنا علاقة الحركات بحروف العلة نتطرق الآن إلى علاقة السكون بحروف العلة هذه. أي حرف من حروف الهجاء
يمكن له أن يكون ساكناً أو متحركاً إلا الألف، فالألف لها حالة واحدة فقط، لا تكون الألف إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. أما بقية الحروف فلكل منها أربعة أحوال: الحالة الأولى أن تكون ساكنة، فإن لم تكن ساكنة فهي متحركة، إما تحركاً بالفتح أو بالضم أو بالكسر. وقد تعلمنا حتى الآن أن هناك ثلاث حركات أساسية: الفتحة يرمز لها أو تشكل بألف صغيرة مائلة على أعلى الحرف، والضمة ويرمز لها في التشكيل بواو صغيرة أعلى الحرف، والكسرة وهي شرطة صغيرة تحت الحرف. من هذه الحركات الأساسية تتولد حركات ثانوية، والحركات الثانوية نوعان: الشدة والتنوين. والشدة تدل على تشديد الحرف، وتشديد الحرف يعني دمج حرفين متماثلين أولهما ساكن وثانيهما متحرك، فإن كان الثاني مفتوحا نسمي الحركة شدة مفتوحة، وإن كان الثاني مضموما سميناها شدة مضمومة، وإن كان مكسورا سميناها شدة مكسورة، ونرمز لها بهذا الشكل: بشدة وعليها فتحة، أو بشدة وعليها ضمة، أو بشدة وتحتها كسرة. أما الحركات الدالة على التنوين، فالتنوين يعني تنوين الحرف، يعني إضافة نون ساكنة، التنوين من نون، تنوين نون، فهو إضافة نون ساكنة بعد حرف متحرك. فإن كان الحرف مفتوحا سمينا الحركة تنوينا بالفتح، أما إن كان مضموما فسميناها تنوينا بالضم، وإن كان الحرف مكسورا سميناها تنوينا بالكسر، وعلامتها فتحتين، العلامة مزدوجة، فإن كانت فتحة وضعنا فتحتين، وإن كانت ضما وضعنا ضمتين، وإن كانت كسرا وضعنا كسرتين. فإذا تشكيلها يكون بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين. ننطلق بعد ذلك إلى حركة التنوين وعلاقتها بالنون الساكنة وبحروف العلة الألف والواو والياء. أما كلمة التنوين ذاتها، التنوين فهو اسم لفعل يعني إضافة حرف النون. فلو أخذنا مثلا كلمة كتاب وأضفنا إلى آخرها حرف نون ساكن لأصبحت كتابا. إذن معنى التنوين هو نون ساكنة أضيفت إلى نهاية اسم الكتاب. هنا النون الساكنة هي حرف من حروف الهجاء سكننا آخرة. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم فقط، وتكتب على صورة فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. ومثال ذلك كتاب، تكتب كتابا، كتاب، كتاب، فتحتين، ضمتين، كسرتين، ونطقها بنون في الآخر، فتلفظ كتابا، كتاب، كتاب. في جميع الأحوال يضاف نون ساكنة زائدة على الاسم. وبهذا نستنتج أن التنوين يضيف نونا ساكنة في آخر الكلمة، لذلك كان حكمه هو نفس حكم النون الساكنة، وهذا ما سنتعلمه في درس النون الساكنة والتنوين. أما الآن فنتعرف على حركة الشدة، وهي تعبير عن حرف مزدوج. الشدة سببها التقاء حرفين متماثلين أولهما ساكن والثاني متحرك، ولنأخذ مثالا على ذلك حرف باء ساكن إب، نجد أن الباء سكنت عند الشفتين، فإن أطلقنا بعد هذا الحرف الساكن حرفا آخرا متحركا با، فإب، إب، إب هي حرف مشدد. فإذا باء ساكنة مع باء متحركة تعطينا باء مشددة، وبما أن التحريك هنا كان بالفتح فإن حركة التشديد هي حركة شدة مفتوحة. وهناك ثلاثة احتمالات للشدة: الأول أن تكون مفتوحة شدة فتح، أو تكون شدة ضم، أو أن تكون شدة كسر. في حقيقة الأمر معنى كلمة التشكيل لا يوازي كلمة الحركات، فالتشكيل في الحقيقة هو رمز يمثل رسم الحركات وليس الحركة ذاتها. فالحركات الرئيسية
وهي الفتحة والضمة والكسرة، يمثلها هذا الرمز أو هذا التشكيل. وهذه الحركات مبنية في أصلها على ثلاثة حروف علة، هي الألف والواو والياء. وينبثق من هذه الحركات الثلاث الرئيسية ثلاثة حركات أخرى ترتبط بالتنوين: تنوين بالفتح، وتنوين بالضم، وتنوين بالكسر، وهذا هو رمز تشكيلها: فتحتين، ضمتين، كسرتين. وهناك حركة الشدة، وهي أيضا إما أن تكون شدة مفتوحة أو شدة مضمومة أو شدة مكسورة، وهذا هو رمز تشكيلها: شدة وعليها فتحة أو ضمة أو كسرة. وهناك مزج ما بين التنوين والشدة، فهي حركة شدة منونة، شدة منوة بالضم أو بالفتح أو بالكسر، والرمز يعكس ضم الرمزين معا: شدة مع تنوين بالضم، شدة مع تنوين بالفتح، شدة مع تنوين بالكسر. وبهذا نكون قد أتممنا هذه المقدمة عن حروف العلة والحركات. ما تبقى من هذا الدرس هو مرحلة متقدمة لا ننصح بها للمبتدئين، إلا أنها مفيدة لمن عنده خلفية سابقة. في هذا الجزء سننظر بالتعمق قليلا في أحوال حروف العلة وفي الحركات المرتبطة بها. في الدرس السابق عندما درسنا مخارج الحروف ذكرنا أن الهمزة غير الألف، وكذلك إن تذكرنا جيدا فإن الواو ذكرت مرتين، حيث ذكرنا أن هناك مخرجين، وهما مخرج لواو المد ومخرج للواو الغير مدية. وينطبق ذلك أيضا على الياء، إذ أن هناك مخرجا لياء المد ومخرجا للياء الغير مدية. وسنبدأ أولا بتبيين الفرق ما بين الهمزة وألف المد. نبدأ أولا بألف المد، ونأخذ مثالا مالك. الألف هنا ألف مدية، إذن الألف هنا من حروف الجوف، وهي من حروف العلة. بينما في هذا المثال يؤمن، الهمزة هنا ليست حرف جوف وليست من حروف العلة، الهمزة في من يؤمن هي من الحروف الحلقية. والآن مع الفرق بين واو المد والواو الغير مدية. مثال الأول يقول، الواو هنا هي من الحروف الجوفية ومن حروف العلة. بينما في هذا المثال يوم، الواو هنا غير مدية، فهي ليست من حروف الجوف ولا من حروف العلة، بل هي من الحروف الشفهية. ونفس الكلام ينطبق على الفرق بين ياء المد والياء الغير مدية. ففي هذا المثال الضالين، الياء هنا ياء مد، هي حرف من الحروف الجوفية وهي من حروف العلة. بينما في هذا المثال يؤمن، الياء هنا ياء غير مدية، وهي من الحروف اللسانية الشجرية. حروف العلة في حالات تسمى حروف مد، وفي حالات أخرى نسميها حروف لين. فمتى إذن تسمى تلك الحروف حروف مد، ومتى تسمى حروف لين؟ ذلك ما سنستعرضه في الدقائق التالية. نطلق على الألف والواو والياء حروف العلة، وتسمى أحيانا حروف المد أو حروف اللين إذا تحققت بعض الشروط. فمتى يا ترى تسمى حروف مد، ومتى تسمى حروف لين؟ نأخذ كلمة وسعت كمثال على حرف الواو، ولكن حرف الواو هذا غير ساكن وهو مفتوح، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يمد، لا يمد حرف الواو هنا. أما لو أخذنا حرف الواو ساكنا في مثال يقول، أو في مثال آخر قوم، فإن حرف الواو هنا قابل للمد. وفي حال كلمة يقول نجد أن الواو سبقها حرف عليه ضمة، حركة من جنسها، وهذا يسمى في هذه الحال، حرف الواو هنا يسمى حرف مد. أما في كلمة قوم فسبق حرف الواو فتحة، وفي هذه الحال نسمي حرف العلة هنا حرف الواو حرف لين. شروط المد واللين: حرف العلة يشترط أن يكون ساكنا لكي يمد. قيل، الياء ساكنة، قيل ليست قيل أو قيل أو قيل، ساكنة قيل، قيل حرف العلة ساكن لذلك يمكن مده. أما في يمشون
حرف العلة مفتوح فلا يمد. لا يمكنني أن أقول يامشون، يمشون لا تمد لأن حرف العلة الياء غير ساكن. يقول مثال آخر، حرف الواو ساكن فيمكنني أن أمده. يقول، حرف العلة أيضا ساكن فيمد. أما في وسعت فحرف العلة مفتوح، الواو مفتوحة، لا يمكن أن أقول واسعت أو وسعت، لا يمكن مد حرف الواو هنا. حرف العلة غير ساكن فلا يمكن مده. كذلك نأتي إلى مراقبة ما قبل حرف العلة الساكن، فإن كان الحرف قبل حرف العلة الساكن مجانسا لحرف العلة، مثال في الواو تأتي الضمة سابقة له. يقول يسمى حرف العلة في هذه الحالة حرف مد. أما إن كان الحرف السابق لحرف العلة غير مجانس لحرف العلة مفتوح، في مثال قوم يسمى حرف العلة في هذه الحالة حرف لين، وأحرفه اثنان، الألف لا تكون حرف لين، فحروف اللين هي الواو والياء. ولتوضيح ذلك سنعطي المزيد من الأمثلة على حروف المد واللين. كما ذكرنا حروف علة سواكن يمكن مدها، إن لم تكن ساكنة فالمد غير ممكن. فنبدأ بحروف المد، وذكرنا أن المد حروفه سواكن مجانس لها ما قبلها. اللين حروفه سواكن مفتوح أي غير مجانس لها ما قبلها، الواو والياء. ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، مثال قال، قا مفتوحة قبل الألف، الرحمن، الميم مفتوحة قبل الألف، مالك، الميم مفتوحة قبل الألف. مثال آخر، الواو الساكنة المضمومة قبلها، مثال يقول، القاف مضمومة قبل الواو مجانسة للواو بالضم، ضمة. توبوا، واوان كل منهما مسبوق بحرف مضموم، تو بو. قلوبهم، الواو مسبوقة بحرف مضموم على اللام ضمة. كذلك الياء الساكنة المكسور ما قبلها، قيل، الياء مسبوقة بحرف قاف مكسور. سينين، الياء هنا والياء هنا مسبوقتان بحرفي سين ونون مكسورين. الذي، الياء مسبوقة بحرف ذاي مكسور. هذه هي حروف المد. جانس ما قبل حرف المد حرف عليه فتحة قبل الألف أو ضمة قبل الواو أو كسرة قبل الياء. أما في حروف اللين فيسبق حرف اللين حرف العلة حرف مفتوح، فالألف كما ذكرنا لا تكون حرف لين لأن الألف قبلها فتحة هي ألف مجانسة لما قبلها. أما في حال الواو فإن كان ما قبلها مفتوح مثل قوم صار هذا حرف لين، وكذلك سوء، الواو مفتوح الحرف السابق لها حرف السين مفتوح عليه فتحة فتعتبر حرف لين، والياء ساكنة مفتوح ما قبلها مثل الصيف، فتحة على الصاد قبل الياء وفتحة على الليل اللام قبل الياء. ويمكننا في هذا الجدول أن نلخص أثر الحركة والسكون على الألف والواو والياء. فللألف احتمال واحد وهو أن تكون ساكنة، إذ لا تكون الألف إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مجانسا لها، مثال ذلك الرحمن، وفي هذه الحالة تعتبر الألف حرف مد، هو حرف علة نوعه حرف مد ومخرجه الجوف. أما الواو فإن كانت متحركة فمثالها الوكيل، وهي في هذه الحالة واو غير مدية ومخرجها الشفتان. وأما أن تكون ساكنة فيمكن بهذه الحالة
أن يكون لها احتمالان، أن يكون ما قبلها مضموم مجانس لها، ومثال ذلك قلوبهم، الواو جاء حرف مضموم قبلها عليه ضمة. أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ما قبلها مفتوح مثل قوم. ففي الحالة الأولى تعتبر الواو واوا مدية حرف علة نوعه حرف مد ومخرجها الجوف. أما في الحالة الثانية حينما يكون ما قبلها مفتوح فهذه الواو المدية تعتبر حرف لين وأيضا مخرجها الجوف. والياء ينطبق عليها منطبق على الواو، فلها احتمالان أن تكون متحركة مثل اليوم، وفي هذه الحالة هي ياء غير مادية ومخرجها لساني شجري. والاحتمال الثاني أن تكون ساكنة باحتمالين، الأول منهما أن تكون ساكنة وما قبلها مكسور مجانس لها مثل قيل، فهي ساكنة، الياء ساكنة وقبلها حرف مكسور. أما الاحتمال الثاني لكونها ساكنة أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح مثل الصيف، الياء أيضا ساكنة لكن الصاد قبل الياء مفتوحة. ففي الاحتمال الأول فإنها تعتبر ياء مادية حرف علة نوعه حرف مد ومخرجها جوفي، بينما في الحالة الثانية تعتبر حرف لين، هي ياء مادية حرف علة نوعه حرف لين ومخرجها ذات المخرج المخرج الجوفي. وخلاصة ما تعلمناه في هذا الدرس أننا تعرفنا على حروف العلة وعلى مخارجها، وتعرفنا على الفرق ما بين ما يمد منها وما لا يمد، وتعرفنا على الحالات التي تسمى فيها حروف العلة حروف مد وعلى تلك الحالات التي تسمى فيها حروف لين، وتعرفنا على الحركات وعلى الفرق ما بين الحركة والسكون، وتعرفنا أيضا على علاقة حروف العلة بالفتحة والضمة والكسرة، وتعرفنا على معنى الشدة أو التشديد ومعنى التنوين وعلى علاقته بالنون الساكنة. وبهذا نصل إلى ختام درسنا عن حروف العلة والحركات. نسأل المولى عز وجل أن يكون في هذه السلسلة وفي هذا البرنامج ما يساعدك بإذن الله على تيسير فهمك لأحكام التجويد، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بتلاوة كتابه على أحسن وجه. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، ونأمل منكم أن تتوجهوا بالدعاء لنا ولوالدينا ولمن ساهم في إنتاج هذا العمل وللمسلمين أجمعين. نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.